من بعد عناء طويل دام لساعات وشهور ودقائق وما عرفت اشنو، دابا غادي نديماكي وجهي. جوكر حزين. نعت والله ما سخيت نحيد وقسما بالله، راه شي 3 سوايع وانا خدامه عليه. باي دوي بالنسبه للبنات اللي عجبهم، راني درت لكم تيوتو في تيك توك، المهم خديت لكم غير لقطات، ولكن في يوتيوب درت لكم داك الشيء بالتدقيق، الحجبان، الشعر، الفم، هادشي اللي مكتوب هنا. ها 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 بدلت داكشي اللي كنت لابسه. دابا غادي ناخذ اول حاجه هو هاد ماكياج ديال غارني. انا لابو جديد دهنيه، ولكن كندير هذا بالنسبه ليكم نتوما الا كنتو زعما لابو ديالكم دهنيه، من الاحسن انكم ديروا الاخر الغوز، لحقاش هذا شويه كيزيد لابو. اول حاجه غادي نديرها بعدا هي انني غادي نحيد الشفار. الله تحيدوا الشفار، راح نفسيه ويلي كنت غنطير عيني. ناخذ دابا هادشي قطينا قطينا. اول حاجه فتحية ساهل، ولكن اختي مي كتجي ديريه واجي تجي تشوفي. شوف بحال كنت فوسط شي سطال الالوان. ولي 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 غلوس كيلصق. دابا عاد وليت بنادم، ولكن دابا مازال لي شعري ويدي، لحقاش صبعاني سطلاو بهاد الخضوريه وبداكشي. شعري خصني نغسلو، خصني ندوش، واخا حتى هنا كلشي تحيد ولكن ضروري دوش. جاي شوفوا يدي كيفاش ولات، هذا راه لالا كليك طيره في شعري كيبقى يطلق، خصني نغسل دابا شعري دابا.